أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هو ليسونسيال، الحمد لله طاحت شوية ديال الأمطار، واخا ما كانتش كافية ولكن كانت أمطار. البارح كنت درت واحد لا فيديو هضرنا على التشيع، وهضرنا وكانوا جاوني مراسلات من بلجيكا ومن هولندا، وكيفاش كيستقطبوا الشيعة. وانتم كتعرفوا ان الحسن الثاني طيب الله وتراه كان حارب نمد الخميني، هو اول من حارب نمد الخميني، لان سقوط الشاه ايران كان زعم شي وحدين عندنا هنايا نوطامون الى الامام، كان زعمهم على حتى هما وداو كيحلموا كيحلموا انهم يديروا جمهوريه اسلاميه خمينيه وكلشي. ولكن الذكرى نرجعوا لذاك الخطاب ديالهم بعد نتناقشوا، وكاين امور اخرى نهضروا عليها. ان نهايه الجزائر، لان الجزائر صافي هي في نهايه اخر اللي اون تران داغونيزي استدير كتلقف سكرات الموت. الجزائر في سكرات الموت، زيد عليها التحالف العسكري لدول الساحل اللي بوركينا فاسو نيجر ومالي، غالبا غادي يعطوا المغرب لينضم اليهم للدفاع المشترك ومهاجمه الخلايا الارهابيه اينما كانوا، ورفض لمالي المنطقه العازله اللي كان اقترحها شنغريحا باش يخلي تماك بلد امن للارهابيين الذي اصطنعتهم لا دي ار اس. المهم نرجعوا نسمعوا صافي كازينا رابيل على اسكن ça fait plaisir de revoir toujours دائما كيكون واحد صاحبنا الشيخ الخميني اللي كفروا المغرب، هو ما تمش شهر على المسؤوليه ديالته، واللي كفرنا رسميا بفتوى العلماء. صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب، هو ما تمش شهر على المسؤوليه ديالته، واللي كفرنا رسميا بفتوى العلماء هذه عاميا، لانه تيقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكه المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدا قبل ما نبدا في هذا النهار ديال الجمعه، كندعيو مع الناس اللي ضحاو من اجل الصحراء المغربيه، الناس اللي سقطوا غدرا تحت الرصاص الغدر الماكر ديال الدول الشيوعيه والمرتزقه الشيوعيين والسارقه والملاحده اللي جابتهم الجزائر الى حدودنا. اترحم على الذي ماتوا، ونطلبوا منهم السماح لان لم نكن بامكاننا المشاركه معهم، كنا باقين صغار. وكنا انا بعدا بيرسونالمون جو ريمي اتر انكاجي دون لارمي، ما كرهتش كون مشيت لارمي ذاك الوقت، لان كان ذاك الشيء واجب. مع الاسف هناك كانت هنا عوائق، كنت في الجيري. ومن بعد كنتمنى اننا نبقاو ديما نتفكروا القوات المسلحه الملكيه، وديما نديروا في البال على انها هي التي تحمي حدودنا. دائما خصنا نفكروا فيها، وكذلك نفكروا بكل امكان بجميع ارامل افراد الجيش الملكي او الدرك الملكي او القوات المساعده الذين كانوا يرابطون في الحدود وتم الغدر بهم او اعتقالهم اختطافهم. المهم دائما يبقوا في القلب، ودائما نحييهم ونحترموهم، وكل ما نقول لهم انهم يسمحوا لنا، احنا ما كاينينش معاهم ولكن احنا معاهم بقلوبنا، وحنا احنا في الجهه الاخرى نفسر العالم ونفسر الاطفال المغرب اللي مع الاسف كل الاسف التعليم المغربي كانت هناك خيانه في التعليم المغربي، ولم يخبروا الشباب المغربي من هو العدو الحقيقي للمغرب، من هو العدو الحقيقي للمغرب، ومن هو العدو الأبدي للمغرب، ومن هو العدو الحقيقي للمغاربة ولملوك المغرب، ومن هو العدو الحقيقي للملكية
الأبدي الأبدي. أنا أتكلم عن العدو. Je suis désolé de ne pas pouvoir tout expliquer. L'enseignement du Maroc n'a pas été clair, n'a pas été honnête, n'a pas enseigné aux enfants du Maroc qui est le vrai ennemi éternel des Marocains, qui est-ce qui cherche à par n'importe quel moyen à faire chuter la monarchie, à diviser les Marocains, à faire couler le sang comme l'océan hein, au Maroc, entre Marocains, qui est-ce qui cherche une guerre civile au Maroc, qui cherche le désordre au Maroc, qui est-ce qui cherche l'anarchie au Maroc, qui est-ce qui cherche la disparition du régime monarchique marocain. Hachi, tout ça, c'est la faute de l'enseignement, la faute des partis politiques, la faute de la société civile et la faute surtout des prédicateurs et des imams qui n'ont pas rempli leur mission à 100%, qui n'ont pas sensibilisé les citoyens marocains. Et nous avons pris beaucoup de retard. On a laissé sur le terrain les autres jouer et propager leur diffamation, leur propagande, leurs mensonges diffamatoires à travers le monde. Ils ont financé toutes les propagandes afin de salir, de souiller l'image du Maroc, l'image des Marocains, l'image de la femme marocaine, l'image des rois du Maroc et aussi de souiller, salir l'histoire du Maroc, l'histoire des rois et l'histoire des Marocains. Et en fin de compte, ils ont fini par commencer à pirater, à dilapider, à voler tout le patrimoine marocain, sans en rater un seul et continuer d'accuser les Marocains du vol du patrimoine qu'ils n'avaient jamais et qu'ils n'ont jamais eu. Donc, ما ترحموا على كل من توفي أو مات شهيدا غدرا أقول غدرا لأن ولا أحد أكبر المتشائمين في المغارب لم يكن يتوقع أن يوما ما يأتي جزائري ويحارب المغاربة نعم عندنا شهداء ديال المعقول الذين قتلوا غدرا من طرف الجزائريين والمرتزقة التي أتت بهم الجزائريين من الشيوعيين الملاحدة في حدود المغرب. المغاربة ماتوا شهداء حتى مع الجزائريين Il y a eu beaucoup de Marocains martyrs morts pour l'Algérie qui ont été en fin de compte expulsés de l'Algérie en 1975 le 11 décembre tout en dilapidant, en volant tous leurs biens, leur maison, leur argent, leur ferme, leur voiture, leur compte bancaire. Ça, l'histoire l'a mentionné, on ne peut pas l'oublier. Que l'Algérie part des shuhada, le monde entier a des shuhada. Les Vietnamiens, ils ont 5,5 millions de shuhada, ils n'en parlent pas. Les Vietnamiens, ils ont combattu 5 puissances à la fois, ils n'en parlent pas. Les Vietnamiens ont eu la guerre la plus difficile du monde, ils n'en parlent pas. D'accord ? Alors, si vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des shuhada, les shuhada que la FLN a fait, c'est pas les Français qui ont fait les shuhada, c'était le FLN, c'était entre vous. D'accord ? Al-Mohim, nous, on part, je sais que vous allez signaler, vous savez comment on a fait YouTube, vous savez, vous savez, vous savez, TikTok, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, la chaîne d'Ibrahimi, Al-Ghouti, Ibrahimi Al-Ghouti qui a vécu en Algérie. Je vous rappelle que j'étais en Algérie, jusqu'en 1979 et je suis revenu plusieurs fois jusqu'en 2011. Et je connais l'Algérie plus que le Maroc, d'accord ? J'y ai passé toute mon enfance et j'y suis resté jusqu'au baccalauréat, d'accord ? Je connais l'enseignement algérien, je connais les enseignants algériens et je connais tous les réfugiés algériens qui sont retournés vers le Maroc, là où ils étaient nourris, là où ils ont appris à courir, là où ils ont été nourris hein, et enseignés, on leur a appris à vivre et à gagner leur vie au Maroc. Donc, ce que je raconte là, ce n'est pas des bobards, c'est un témoignage, c'est un témoignage vivant que je ne manquerai pas de répéter à chaque fois que j'ai l'occasion, ok? Personne ne va m'en dissuader, et si une chaîne allait signaler, j'en fais une autre, si elle est signalée, j'en ferai une autre, et une autre, et une autre, et j'en ferai des centaines. Enfin, d'ailleurs, alhamdoulilah, les Marocains ont commencé à comprendre, malgré l'embargo des partis, malgré l'embargo des traîtres, malgré le silence des enseignants, malgré le silence de tout un système, aujourd'hui, tous les Marocains en sont conscients et connaissent qui est leur ennemi et qui est-ce qui veut la division des Marocains et la guerre civile entre Marocains. Okay, le Maroc n'a jamais cherché du mal à l'Algérie. C'était toujours l'Algérie qui a créé des histoires et qui a créé elle-même les fausses histoires
pour mobiliser le peuple algérien contre les Marocains. Elle leur a appris à haïr le Maroc et les Marocains par des fausses histoires, par des montages et des comparses qu'ils ont créés, tels que la guerre des sables, tels que l'affaire de la guerre d'Isni, la bataille d'Isni, causée par l'émir Kader, tels que les cinq kidnappés par l'Azdeg et accusés à Saint-II, tels que l'attentat de Atlas Hasni, Hasni qui a été commandité par l'ambassade marocaine algérienne au Maroc, par Etid Der et Kerim Moulay et autres. Donc, Souklair qui a été appelé Souklair. Donc, il y en a tellement de choses que l'Algérie a fait pour mobiliser les Algériens à l'égard des Marocains. Et il y a certains Algériens qui connaissent la vérité et qui n'osent pas la dire parce qu'ils craignent beaucoup de choses. Mais nous, on continue à propager la vérité à travers le monde afin que tout le monde sache avec qui nous sommes au voisinage. Donc là, si je suis là, c'est pas par plaisir d'être vu ou pas être aimé ou pas être liké ou être suivi, c'est pour poser mon témoignage qui serait éternel pour les futures générations, que nous sommes toujours prêt à nous défendre et nous savons que l'Algérie n'a pas les moyens de nous attaquer, autrement elle l'aurait déjà fait il y a tellement longtemps, elle n'aurait pas laissé une seconde de répit aux Marocains afin de les écrabouiller. Malheureusement pour elle, le Maroc est plus fort et toujours attentif et toujours bien éveillé, il surveille bien ses alentours, il est à jour. Quelles que soient les circonstances et quel que soit l'ennemi, nous sommes tous prêts à nous défendre jusqu'au bout. Donc ne rêvez pas, le Maroc ne va jamais baisser les bras. Nous avons nos droits, nous avons nos terres à défendre. Nous sommes en train de condamner la France qui a départagé le terrain, le sol marocain entre la Mauritanie et l'Algérie. Nous sommes toujours éveillés que nos droits reviendront par la nature, parce qu'il viendrait le jour où les vrais citoyens marocains qui sont de l'autre côté de la frontière, vers Bessab, Charles, Badlas, Saoura et tout le département de Tindouf et jusqu'à Bourjbej el-Mokhtar et Adrar, vont un jour reconnaître et témoigner, exprimer leur allégeance au roi du Maroc. L'avenir, il est pour les Marocains parce que c'est leur droit acquis et un droit historique qui ne mourra jamais et qui n'a jamais, jamais été abandonné par les esprits des Marocains. Donc, ne vous réjouissez pas, nous sommes là et nous allons continuer à sensibiliser les Marocains afin qu'ils soient à jour, qu'ils soient les plus forts de la région, parce qu'être fort n'est pas suffisant, il faut être les plus forts de la région. Donc, moi, je ne rêve pas, le rêve n'est pas interdit, je ne rêve pas, mais c'est une évidence qui va se réaliser par la force de la nature, parce que César reviendra toujours à César. Tout ce qui appartient à César reviendra toujours à César. Tout ce qui appartient à la monarchie, au royaume du Maroc, il reviendra bien un jour au royaume du Maroc. Avec le temps, avec n'importe quelle circonstance, ça reviendrait, Inch'Allah, aux Marocains. Nous ne revendiquons pas quelque chose qui ne nous appartient pas, nous revendiquons ce qui nous est dû, ce que la France nous a arraché. D'accord ? Nous avons tous les moyens de les reprendre tout de suite, mais nous, on préfère attendre. Attendre. Nous avons aussi occupé l'Espagne 850 années. Ils ont attendu et nous sommes partis. Et aujourd'hui, nous, on attend notre tour jusqu'au moment opportun, le moment voulu. On va récupérer tout ce qui nous est dû, que ce soit vers le nord, que ce soit vers le sud. Tout redeviendra au Maroc. C'est légitime et c'est un droit acquis, immortel. صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب هو ما تمشي شهر على المسؤوليه ديالته واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين لانه تيقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكه المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أقول هنا بلاغ من طائفة ديال الأمام هو الماركسيين اللينينيين الشيوعيين من باريس بعد نقرا لكم الفرنساوية اللي ما فيها ما يترجم الأمام غير كلام
la révision fondamentale des opérations économiques et politiques qui ont conduit le pays à la catastrophe, ainsi que l'arrêt immédiat de la guerre au Sahara occidental qui oppose depuis 7 ans les troupes marocaines et les combattants du Polisario, partisans de l'indépendance de l'ancienne colonie espagnole. Allô. Daniel, Al-Mashour, Likente, Tuzak, Marrakech. يوم 6/1/84 خليك منه بعد فترة ديال الأمام كذلك وكوران كروتين صحابه وحتى بعد وللأسف بعد المحامين صغار تعملوا تدريب لو ما تقبل يقول ليكن في علمنا أن وضعيتنا الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاتي. أنا تنقل ما شرمتيرا بنيش بل راجع إلى نهبي خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء وزيد على النقطة. وها إيران دي فتنة نتي دار الفلوس تبي غلاسي وصور ملونة وحنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي حيث يعيش مخاضا صعبة يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالة لأحد الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا. وزيد على الناج في الصفحة الأولى النتيجة نتاع هادشي كله أن أولا هذه عملية خارجية أجنبية حاولت أنها تعمل اضطرابات في هذا البلد. دابا سمعتي دابا هادشي الخطاب ديال المرحوم اللي دوا على الى الامام وعلى اللي كانوا باغيين يخومينيو المغرب. ديك الساعه الحسن الثاني عاق بهم وحبس المد الخميني، والمد الخميني راه باقي اليوم ما حشموش. دابا هي باقي مازال باقيين. انا نورمالمون بالنسبه ليا اللي ما عندوش مهد مع هاد البلاد واللي كيتصور مع البوليزاريو واللي كيتلاقى مع البوليزاريو ولا يتلاقى مع الايرانيين ما يزيدش يدخل لهاد البلاد ولا يمشي للحبس. بالنسبه لي انا يجب سجنه. هادشي اللي كنعرف. قال لك الحسن الثاني الله يرحمه قال لك الا شتك مع العدو ديالي كنفهم على انني عندي جوج اعداء. كان عندي واحد ولا شتك معاه كنعرف انني si tu le je te vois avec mes ennemis mon ennemi je comprends à ce moment-là que j'ai deux ennemis. Donc هاد الناس اللي كيتشيعوا بلا هضره بلا زوج سواء سياسيا او اقتصاديا او مصالحيا او اجتماعيا فهم اعداء الامه المغربيه، لان الشيعه هو الشيعه الايرانيه هي شيعه تدميريه، هي ديانه تدميريه ماشي ديانه. المغرب كيبني، المغرب فين ما مشى كيبني. الا هما دابا الايرانيين كيغروهم بيان سور افيك لانترميديير دو بليني الجزائري والجزائريين، لان الجزائريين يقدمون الولاء الكامل لايران، وايران بالنسبه ليهم هي الحامي المله والدين ديالهم. كما كيديروا مع روسيا صوروا منها، روسيا كيسينيو لها الشاك ابلون، كيسيني الشاك ابلون كيعطيه لروسيا كيقول ليه اعطيني السلاح، كيقول ليه نتفاهموا على الثمن، كيقول ليه لا غير اعطيني السلاح ودير الثمن اللي بغيتي. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ou alors, Raja Trump,
ترامب يلغفيان راه ما عندوش منافس ترامب، تصدقوش راسكم. قالوا لي 350 مليون 350 ألف مليون ما عاد ديالاش ديال، قال لهم نخلصها كاع داكشي اللي كاع تزور غادي نرجع جو في غوفونيغ، غادي يحبس لاكار ديكراني، غادي يكون على يقين، لان هاد السنتين الاخيرين او السنوات اللي استفدوا منها الناس اللي باعوا الغاز الرضاعه غادي تحبس عليهم، لان الجزائر استفدت من ارتفاع اسعار الغاز وما دارت بهم والو ولا مشروع واحد. جميع المشاريع اللي كتشوفوها دابا كيدشنها تبون ديال بوتفليقه، بوتفليقه هو مول المسجد، بوتفليقه هو مول طريق الزويرات، مدخل الزويرات، راه ما دار حتى حاجه تبون، كلها فلوس كامله اللي استفدوا منها من ارتفاع. بالعكس نورمالمون ارتفاع البترول كانوا يوليو دوله قويه ويوليو دوله بخير وما يبقاش الحريق، بالعكس يرجعوا الحراقه للبلاد، ما رجع حتى واحد، زاد كثر الحريق وقوى الحريق وقوات المجاعه وكثروا الطوابير وكثروا الاجرامات. علاش؟ لان دعاوي الشر، دعاوي الشر ودعاوي البلا، والناس اللي كتستثمر باش كتبني هما كيستثمروا باش يريبوا المغرب. هذا الهدف ديال هذا الهدف انا كنت قلتها تقريبا هذه سنوات قديم بعيدة، كنت كنقول لكم لاجيري الي اون تران دو سو سويسيدي بور فير طومبي لو ماروك، الجزائر كتنتحر تي تابتي باش تطيح المغرب، ما خلات ما عطات من الرشوه، ما خلات ما رشات الفاليزات ديما لا فاليز لا فاليز، اون لابيل لاجيري ا لا فاليز بارتو او فال لاجيري ا لا فاليز بارتو، لافريك كلها خدات الرشوه من الجزائر، وماشي دو ماشي الشعوب الرؤساء، ولاجيري نا جامي بيي لي دات ا نيمبورت كيل بيي، كتكذب دعايات خلصنا الديون، دخل البنك الدولي، دخل البنك الدولي ما تلقى الجزائر خلص حتى شي دين ديال شي دوله افريقيه، بل عطات الرشوه لرؤساء، وكتهضر مع الجزائري يقول لك يا اخي الجمهوريه الصحراويه هي عضو مؤسس للاتحاد الافريقي. اولا الوحده الافريقيه المغرب من اسسها وفكره المغرب بحالها بحال الاتحاد المغاربي الكبير العربي. دونك الجزائر شرات لها منصب بالملايير هي وليبيا، مشات دابا ليبيا قلبت الجزائر خلاتها وحده بوحدها، ولدتها بوليزاريو كانت كتعاونها مشات خلاتها بوحدها، كانت ليبيا كانت شويه هزه الثقل، دابا الجزائر بقات بوحدها، تسقط الجزائر اوبليجي انها تسكن، ما قدرتش تعطيهم دوله في المغرب، عطاتهم دوله داخل التراب الجزائري، داخل حوده، هو التراب ليس جزائري ولكن على الاساس انه داخل الحدود الجزائريه. اليوم الجمهوريه ديال بن بطوش كاينه داخل الحدود الجزائريه تحت مصاريف الدوله الجزائريه، الجزائر كي بريباري لو بيدجي، فو سافي البيدجي شنو هي الميزانيه، الميزانيه شاك لو موا دو ديسمبر كتكون ليلابوراسيون دو بيدجي، كيصاوبوا لو بيدجي، بيدجي دو ريسيت، بيدجي ديبونس، وكيكون اكيليبري قد المداخل قد المصاريف. الوغ كي لالجيري كومونس ا بريباري لو بيدجي سا سو بريبار ميم بور الجمهوريه ديال العجاج، الجزائر كتبريباري جوج ديال البيدجي في العام، بيدجي ديال الصحراء الوهميه وبيدجي ديال الجزائر، خاصها تقلب لها على المداخل. ما هي مداخل الجمهوريه الوهميه؟ هي إمدادية الموازنة لجمهورية الجزائر. دابا الجمهورية الشمالية تمون الجمهورية الجنوبية، الجمهورية الجنوبية تعيش بلي سيفونسيون إمدادات الموازنة لميزانية. ألور كاع الوزراء اللي كاينين عند الجمهورية الجنوبية وعندهم جميع الوزراء وعندهم أكثر من أوروبا، البوليزاري عندهم الوزراء أكثر من فرنسا ومن إنجلترا ومن بلجيكا، عندهم جميع الوزراء وهذوك الاولى عندهم حتى هما الكابيني مينيستيريال والبيرسونال مينيستيريال، تصدير الملايير كتخسر على وزير واحد. هذول حسب عدد الوزراء وحسب لي بريم ديالهم لي ديبلاسمون ديالهم عاد الخلاص ديالهم مونسيال، وحسب الخلاص ديال بن بطوش وحسب لي سيجور، وعاد خلي المصاريف باش يعيش الشعب الصحراوي بلا ما يخدم بلا ما يردم، لان الصحراوي ما يتعلم لا حرفه لا والو، ينتظر انه يدخل واحد النهارات المغرب ويستولي على منازل المغاربه وارزاق المغاربه وحسابات البنكيه المغاربه وسيارات المغاربه وحقول المغاربه ومحاصيل المغاربه، خلاوه يحلم وما تعلم لا صنع لا والو، يعيش على ظهر الجزائريين. الله يسهل عليهم، حنا كنتمناو طول العمر البوليزاريو، وكنتمناو طول العمر الجمهوريه الجنوبيه، وكنتمناو طول العمر لبن بطوش، وطول العمر التبون. بداو كيعيقوا شي مفكرين جزائريين وكيقولوا تبون خصك تمشي بحالاتك دير بحال اللي داز زروان.
باش تبقى نقي، راك مريض ورا عندك 78 عام وراك ديجا مالاد وشدتك كورونا، وكورونا خلات فيك بزاف ديال الافات، انسحب لان 50 ما دار فيها والو ما يقدروش يدويو. دونك حنا نرجعوا للجزائر، لا تهمنا الجزائر، بل حنا غير كنهضروا باش نهضروا على الخونه ديال الداخل. هاد الناس اللي اعتبروا راسهم مطورين ومشاو هاد الشمكاره اللي مشاو للجزائر وداروا داروا لهم عطاهم فيلا، بعد الفيلا اللي عطاو لهم راه كانت في ملكيه مغربي، داروا لهم فيها مكتب. هما كيتوقعوا على ان الريافه غادي زعما كل ما ينتفضون سيلتجئون الى الجزائر، والجزائر كتهضروا الجزائري على حساب اللي كيدوي لا جيستيفيكاسيون ديالو. هو يقول لك وحتى عمر هلال راه قال لا كابيلي، جمهوريه القبائل. عمر هلال قال جمهوريه القبائل لان الاخر عيق، بقى الصحراء ما الصحراء ما الصحراء ما الصحراء، فين ما مشاو الصحراء ما الصحراء. 50 عام صاحبي وانت كتغوت الصحراء ما الصحراء، بوحدك في العالم اللي كتغوت الصحراء، بوحدك اللي شاد هذا الملف، وهذوك اللي شادينه معاك راك كتخلصهم. جنوب افريقيا راه تاخذ من عندك فلوس، مشيتي عند رواندا تعطي الفلوس، مشيتي عند سيراليون تعطي الفلوس، جميع الدول تونس ولات كتاخذ الفلوس الرشوه، قيس ولا ياخذ الفلوس، فلسطينيين حتى هما كياخذوا الفلوس، ايران حتى هي كتاخذ الفلوس. الجزائر من الجزائر حتى واحد ما جاي عندها على سود عيونها. فرنسا كانت ميكا ما تهضرش الموضوع. فرنسا شنو قال لهم لو مينيستر، شنو قال لهم لو مينيستر فرونسي كي جا للمغرب؟ قال لهم حنا اعترفنا بالحكم الذاتي دوبوي 2007، سي با نوفو، حنا في 2007 قلنا الحكم الذاتي هو احسن حل لهذ القضيه، واليوم راه حنا باقيين متمسكين بذاك الحل وبغينا نزيدوا القدام. وهذا الخبر ما عارفينوش الجزائر، ما بغوش يقولوه لهم. ها هذا فيديو شوب ولا كيفاش؟ ها راه كاين الفيديو. ها راه الفيديو عندها يلاه هاد السيمانه كان هنا قال لهم اودي الحكم الذاتي هو اللي اقترحنا في 2007 وراه ما قلناش لا وغادي نكملوه، غادي دابا راه حنا مأيدينو وباغيين نمشيو لقدام. ستادير مشروع الصحراء سالا، دابا خصهم يحيوا مشروع ديال الريف. بون حتى مشكل، الريف راه ماشي شي حاجه صغيره، الريف راه ماشي لعبه ديال البوليزاريو. الريف راه فيه بني زناسن، راه فيه بني وكيل، راه فيه بني مكاده، راه فيه عدد كبير، فيه غير المنطقه ما بين القلاعه والزغنغن وما فيه راه شي حاجه كبيره بزاف. والريفي عمرو في حياته واخا ما عرف شنو تقطع به الحبل، عمرو يرضى يمشي للجزائر يطلب منها العون او يفتح مكتب. وفري ريفي على الاقل الا بغى يدير بحال هذا النوع كيمشي لالمانيا او يديرو في هولندا او بلجيكا. اللي يمشي للجزائر سافي دير كو هذاك بعدا ديجا اصلو جزائري. ايوا تحيه الناس بليو كيلو بليز ناس انت كذلك. دونك ما عندهم ما غادي يصوروا، لان المغاربه اليوم الحمد لله هذا الشيء اللي داروه دابا اللي داروه الوقت الحسن الثاني والخمينيين والى الامام والشيوعيين ها هو راه كيتعاود. ذاك الوقت ما كانوش لي ريزو سوسيو، كانوا مسحوا، كانت الجزائر فرضت علينا حرب وكانت ما عندناش باش نشريو السلاح وما عندناش حتى باش نعيشو وكان الجفاف. نهضو دوك المثقفين زعما قال لك حقا خصنا نطبقوا الشيوعيه وخصنا نطبقوا السياسه ديال روسيا ولا الكولكتيفيزم كولخوز والسولخوز ونقدموا ان الحسن الثاني الثروات ديالنا كتديها امريكا. اش عندنا حنايا؟ اش من الثروات على الامريكان واقفه علينا؟ حنا عندنا الموقع الاستراتيجي وحنا اول من اعترف بالولايات المتحده وعندنا علاقات معها ديال الصداقه قديمه، اول دوله عربيه مسلمه امازيغيه تعترف باستقلال امريكا. اش عندنا ما نعطيو لامريكا؟ امريكا محتاجه لينا، امريكا راه كيجيو مطاطين الراس ديالهم يديو لها الهدايا. مساله ديال الكلون، حنا تبعنا الليبراليزم وحنا كنا اصل قبل من الامريكان، قبل من الامريكان المغرب كانت عنده سياسه ليبراليه. شنو هي المملكه؟ خدم تاكل، تيرمينيس خدم تاكل، دير الفلوس اللي قدرتي دير ما يحبسك حتى واحد. حنا ماشي السياسه اللي الدوله هي اللي توكلك وتشربك وتحدد لك المكتسبات ديالك والممتلكات ديالك. لا، عندك اخويا تقدر دير 70 دار، دير 70 دار، خلص غير الضرائب ديالك. ما عندكش اخويا ما عندي ما ندير لك. ومالغري سا المغرب فيها السوسيال، من وقت الحسن الثاني الى يومنا هذا تفرقت 6,500,000 تقريبا ديال السكن فابور. 6 مليون المغاربه، المغاربه عطاو، الاعلام ديالنا ضعيف في القضيه وما كاين الاعلام ديالنا. لو كان يبغي يدير واحد العمليه في البلاصه المغرب كاع يعرفها، يدور غير على الاحياء اللي استفدت من السكن بدون مقابل. راه العالم غادي تخلع، الدار البيضاء كاين واحد 500 حي اللي كله
الدولة عطاتو فابور، فابور ملك، ماشي بقى تبع البلدية ولا كرا ولا 500 ملك. لالا مريم مبروكة، التشارك سيدي موم، البلوك، البلوك الهراوين، المشروع، المسيرة، هادو غير فواحد المناطق. خلي سيدي معروف وباشكو وحي حسني وتيت من الليل وحي الامل، راه احياء كبيره السكن خداوها فابور بلا ما يخرج بوتفليقه يقول لهم الناس كتعطي الحريره حنا كنعطيو بارتمان. شنو بارتمان؟ بارتمان اش ال ام. انا راه كيعطيو ليه دار هنايا في حي الرحمه، وسيدي مؤمن عطاو دار كتبني كتولي عندك ماكازك كتولي مليونير، كيولي عندك الماكازين يدير 300 مليون 400 مليون. ما عارفينهاش هاد القضيه هادي. سير شري دابا ماكازان في حي الرحمه، والله ما تحت 400 ولا 500 مليون الا خديتيه بالله. ونخبركم هاد التيك توك ني با مونيتيزي، تقولوا راه يقلب على الفلوس وش هاد، ما كان لا مونيتيزاسيون لا والو، كاع ما تصدوا راسكم. مرحبا بكم، حنا كنعطيو غير معلومات وكنحييو الذكرى ديال الحسن ثاني الله يرحمه، ونذكروا الخونه على انهم يتجبدوا يتجبدوا. الخونه يتجبدوا يتجبدوا. اتس نو يوز تراين تو بي تو هيت مي باي باك، يو ار جاست ويستين يور تايم. تيك ات ايزي. دونك هاد الخونه اللي ودار راه درتها في الفيديو اللي فاتت، اللي درقوا ورا المساواه، حقوق الانسان، حقوق المرقى البيضاء ولا ترونسبارونت، القضيه الفلسطينيه اللي مدرقين عليها سنوات وسنوات، ركبها لصقها جمال عبد الناصر ومشى وخلى العرب متناحرين ديال بصح خرج على العرب، زاد قوه لان كان عميل ديال اسرائيل، زاد قوه اسرائيل مزيان وسولت على عده اراضي عربيه وخلاهم مضاربين، واللي تهضر معاه نادي يدير احتجاج على الماء يهز درابو فلسطيني، نادي يدير احتجاج على ماطيشه يهز درابو فلسطيني، نادي يدير احتجاج على القوق درابو فلسطيني. اذا نزرع علاش؟ لان التعليم ووزاره الاعلام ووزاره الاوقاف ووزاره الثقافه ما فهموش هاد الناس. التعليم قال لهم اودي القضيه الاولى هي قضيه مغربيه، هي المقدسه، ان صيانه الاراضي وقداسة الأراضي المغربية والوحدة الترابية وقداسة العالم المغربي، ماشي عالم واحد آخر. ها الدولة التي صنعتها تركيا مع القوة الاستعمارية اللي هي بريطانيا في وعد بلفور، من سلم الأراضي إلى تركيا الدولة العثمانية. المغرب نيبا ما كيجبدوهاش، دائما المغرب هاجم الاسرائيليون على غزه، المغرب هو المسؤول. كينوضوا هنا المغاربه يحيحوا، قلبوا الدنيا بحال قلت لكم البارح، نوضوا يحيحوا على كسكس بحال كسكس راه نووي، المغرب عطى النووي لاسرائيل. اذا هذه مسؤوليه ديال التعليم. التعليم خصو شويه صحح. ها جمال عبد الناصر حيد واحد المملكه كانت مزدهره، واحد الحضاره، واحد الشعب كان راقي، حيدو. قدافي حيد واحد الملك كانت البلاد عايشه فيها هناء، بلاد متدينه نقيه تجاب لهم الشيوعيه. عارفين ولات ليبيا، تونس لا ميم شوز، ها سوريا لا ميم شوز، العراق لا ميم شوز، كاع اللي انقلبوا على الملكيه تراهم يسوفريو. اخر ملكيه هي المغرب، وبت نبت صامدين لاصقين حازقين الى يوم الدين. هنا نبقاو كعندنا كيما عندناش، كما صدعوا راسك. واللي باغي الخلافه وحتى طالبان ما تقبلكش، لان طالبان ولات عايشه بطريقه اخرى. بغيتي تعيش دوله اسلاميه كتسول دوله اسلاميه، ما تكلم مسلم كيقول لك انا مسلم وانا باغي الشريعه الاسلاميه 100%، تقول له وسافر لافغانستان تخلع. مناش مخلوع؟ مخلوع من الاسلام، راه كيمثلوا علينا، باغي المهم باغي يشدوا البوفوار. يا سيدي بغيتي الاسلام، بغيتي المشحاط والحجاب وممنوع الكوافيره وممنوع السينما وتاكل في الدص وتنعس في الحصيره، وطلع لافغانستان. كيفاش؟ افغانستان يخاف، ماشي علاش خايف؟ لانه هو في الداخل ديالو ما يقدرش يعيش الحياه الاسلاميه اللي كيبغي يمليها علينا هنا. يقول لك فات سوكو فات سوكو جو فو دي اي نو فات با سوكو جو في. هو يسوق الرونج روفر، فهمتي؟ ولادو يسوقوا الفيراري والبوغاتي والمازيراتي، وانت يقول لك ونعمة بالله وما عليك الا بالصبر الى يوم القيامة ستأكلون من الانهار ومن فواكه ومن كذا، يبقى يدرح فيك.
سير اخويا طلع افغانستان، سير تماك راه السروال القندريسي متسع وشلابه ها اللحيه فيها ليغراد، طلع لافغانستان. انت باغي التقوى وباغي غير ما باغي والو من هاد الدنيا، علاش مبرزلت المغرب؟ علاش مبرزلت المروك؟ طلع لافغانستان اتبرع مع راسك، اتبرع راه تماك الطالبان، شوف اتبرع والله شوف اتبرع مع راسك، علاش باغي مبرزلت المروك؟ ياك ارض الله واسعه، هذه ارض الاسلام، راه نقول لهم انا راه جاي هنا جايبني غير الاسلام، راه ما فيها لا فيزا لا والو، ركب دابا طاك باكستان دخل، ما تخافش ما كاين لا حرب لا والو، صافي سيدي معك شويه ديال الحنه ديال المغرب سير. قال لك واحد راه سول دخل افغانستان هو يسول صاحبه قال له علاش دايرين اللحيه في شكل، قال له اللحيه طويله هذا قصيره، بدا كيوريه قال لي هذا جينيرال اللحيه طويله، هذا كولونيل موين، هذاك عنده طايحه، قال له هذاك راه ليوتنو، قال له هذاك اللي ما دايرش اللحيه، قال لي هذاك اجون سكري، هذا كيف المخابرات. المهم ما عليناش ما علينا، حنا كندويو شوف حنا كندويو ولا والله العظيم شوف شد لي المخير هنا اللي كيدعي لك بالاسلام يقول لك طبق الاسلام بحذافيره، قول له خويا ساهله انا نخلص لك الفواياج ونعطيك الاورو ونزيرتك لافغانستان، راه كاين الاسلام 100%، ارى ما تصلي وارى ما تنعاكف وارى ما دير وتو ما يكلمك، وكاين لكوت كاين شرطه ديال الاخلاق وكاين كل شيء، يلا على بركه الله وانتظر اليوم انت يا أن تشرب من أشوف كدوا على عباد الله هنايا، خليو الناس عاديين راه كيعرفوا الله ويعرفوا الملائكة ويعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تما باغي لهم شي حاجة، وبشي أنا دابا خصني سي ضروري نهز الإعلام ديال فلسطين باش نكون مسلم، ما علاقة الفلسطينيين اللي كانوا مسيطرين على السوق ديال الماريخوانا في أمريكا وكندا شكون هما؟ اللي مسيطرين على لي كازينو شكون هما؟ لي ليباني لي باليستينيان، سول أي مغربي اي مغربي في الميريكان او في كندا قول لي شكون يبيع الخشخاش الكانابيس افغان افغان، شكون اللي عنده الرخصه يبيع الماريخوانا؟ عرفتي الرخصه ديال الماريخوانا باش تاخذها بلي مليار كتخلصها، شكون عنده الرخصه يبيع الكيمياء ويبيع، شكون الرخصه يدير جو بوكس يدير لي كازينو ديال القمر؟ ها ودي تجي خالد، راه ودي تجي خالد فلسطينيا، شكرا على المعلومه شكرا. وحتى الفلسطينيين كاين هنايا في المغرب وكنتلاقى معاهم كيبنيو دي بروموتور بنايا، وحتى ما كيخرجوش مع المغاربه كي كيخرجوا يديروا وقفه احتجاجيه، ما كيسدوش لي ريستورون ديالهم ما كيسد. الناس دابا شوف ما يريده المغاربه الشباب المغرب هو ان تفتح لي افاق، علاش كتلبسوا القضيه الفلسطينيه وما تلبسليش واحد الافاق ديال العمل لائق وراتب شهري لائق وسكن لائق وحياه محترمه وكريمه ويتزوج ويقدر يعيش وليداته ويربي ولادو احسن تربيه بواحد الصالير لائق؟ انت مدمغو دوزتي سنوات كامله وانت كدمغ ليه راسو غير بفلسطين، وكيكبر ما يلقى خدمه ما يلقى حتى لو باجاج باش يخدم لان دماغو غويي سديتو له. جيفي كوبي لي شوفو لا جالوزي مون امي لا جالوزي، وقيلا قرع نتايا والله الا قرعين راه كيكونوا ظريفين ولا باس عليهم، سيرتو لك كانت عندهم الكرش، الا شتي واحد قرع وعندو الكرش عرفو راه لا باس عليه وظريف، وانت يبان لي قرع وحازق حاقد كتقول لي كوبي لي شوفو ياك. هاد لي شوفو راهم قصار راه كانوا طوال والله الا كانوا طوال بالله كانوا، شوف شوف انا وريك الشوفو ديالي ا 18 ans باش 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 نبرر لك خاطرك. اي اون الجيري في الجيري في تلبسان دي تلبسان اورو، شوف هادي شتيها هادي سيتي اون الجيري تلمسان شتيها
Ça, c'est moi. عجبك التصويره الاخرى بلات كان يلا ديك الساعه بدا الكولور هات هذا في تلمسان كذلك هذه مشيت من الصوره هذه سي موا شتيها شتيها ما شتيش نكبرها شويه مروكي في تلمسان ايوا تقول لي كوبي لي شوفو اشنو بان لك هادي ا سيزون هاد هادي 16 العام هادي ا سيزون شتيها عندي التاريخ ديالي انا ماني ناكر التاريخ ديالي نبقى في تلمسان يا ودي كان عشتو في الجزائر وتشو كي دايرين راه بحال المغاربه كانوا حاسبين نهار اللي جيت حسبوني كيقولوا علاش جيتي من الجيري مساكن حاسبين الاشتراكيه وحاسبين كل شيء باطل وكل شيء كاين كاين جوج حوايج كاين الكران وكاين الهريسه كاين كران مي جبتو معايا الهضره خليني من ايران غادي نعطيكم الروسيتا ديال الكران والروسيتا ديال الهريسه الشاميه الهريسه الروسيتا ديال الكران كيقولوا اسبانيول ماشي شغلي اسبانيول ولا جزائريه ولا وجديه ماشي شغلي ولكن كران كيديروا بالحمص كران كيتصاوب بالحمص حمص ماشي طايب حنا عندنا طايب وهاري ما عطوش دكالي ولا المهم طايب وهاري كاين الفول كاين الحمص كيكون طايب وكتاكلو الاخر كيدير فيه الكمون والحار بودره كران كيصاوبوا بالحمص مطحون حمص مطحون يولي بحال الفرينه وكيدار في الماء عادي وكيتحرك يتحرك يتحرك واحد لاطا طويله ولا صغيره على حساب الكيلوات اسهل روسيتا وارخص روسيتا اسهل وجبه وارخص وجبه كدير كيلو ديال الحمص 3 لتر ديال الماء وكتخوي شويه ديال الملحه وكتحرك تحرك وكديرو في ديك اللاطه مزيته وكتدخلو للكوشه الفران صافي كتسنى كيولي احمر كتجبد ديك الكوشه صافي كتبقى تبيع في الخبز 50 دينار تخرج لك 1000 دينار 50 دينار تبيع في الخبز هذا هو المشهور غير حمص مجمد بالعافيه بالماء هذا هو كران عقل على هذا بغيتي ديرها جربها شري واحد جوج كيلو حمص راه كيتباع هنا اللي في كازا يتباع في الحفاري حمص مطحون ديرو في واحد اللاطه شري واحد كيلو وخلطو غير بالماء والملح ما تفلسفش ما دير بيض ما يبان لك صفار شحال ما تخلع راه ما فيه والو ما فيه لا بيض لا والو غير حمص مطحون والماء هذه هي الروسيتا الشاميه هما كيقولوها قلب اللوز وديك الروينه مع قلب اللوز الشاميه قلب اللوز حاجه اخرى ديال قلب اللوز بعدا كاين نايض مشكله عليها ما بين لا غريس ولا تركي بحيث لا تركي حتى هي كتسرق جميع الوجبات والحلويات ديال اليونان لان اليونان حضاره قديمه اقدم حضاره من اقدم الحضارات هي اليونان وانتم عارفين هذه القضيه هذه بلا ما ندخلوا نتوسعوا في الموضوع الشمس الشاميه الكونترير ديال الكران الشاميه شنو تسمع ديك قلب اللوز والهريسه والشاميه تقول شي حاجه واعره السميده سمعني مزيان السميده تجيب كيلو سميده ديال السميده غليظه او جوج كيلو سميده يعجبك كيلو تديري كيلو وكيلو سنيده كيلو سميده وكيلو سنيده وواحد نص لتر ديال الزيت وفركتهم هكذا فرك بحال دير بركوكش لا بركوكش فركتهم مزيان في شي طاوة مزيان بغيتي دير الزبده الروميه بلاصه دير الزيت دير الزبده الروميه غير باش ما يتلاصقوش وشويه ديال الماء كتفركتهم في مزيان في ديك الطاوة وكدير ديك الطاوة بحالها بحال ديال الكران حتى هي مزيته او داير ليها الزبده باش ما تلصقش من تحت وكتخوي ديك السميده اللي فركتيها كتخويها في ديك اللاطه وكتدخلها للكوشه كي تدخلها للكوشه غتمشي دير واحد المرميطه فيها الشربات كيقولوا الشربات او السيرو كتجيب واحد الكيلو ديال السكر و3 لتر ديال الماء ولا 2 لتر ديال الماء على حسب عدد الكواله وكتخلطو ما تغليه في الماء ما والو هكذاك
ما نديرو في عافيه ما والو، غير تحركوا السكر مخلط بالماء، هذيك السميده من تخرجها سخونه وحمراء من الفوق، بغيت تغطيها بالجورنال فاز باش ما تحركش بزاف تغطيها. اليوم ولا بابي الومنيوم، كانوا بكري يديروا الجورنال، ما كانش بابي الومنيوم، في الجورنال معمر بالماء فازك، كي كتجبدها غير جبدها خوي عليها داك السيرو داك الشربات صافي. كي كتخوي عليها الزربات غتجيب داك اللوز مقرملو فشي بلاصه واحد 50 لوزه وتحطو فوق منها، هذه هي قلب اللوز، اللوز مقرمل فشي بلاصه كان اللي كيديروا خضر، بحيث الا درتو يطيب معاها غادي يتحرق. انت قرملو فشي بلاصه ولا جيبو مقرمل وهرسو ولوحو فوق منها، هذه هي قلب اللوز، راه غير السميد والسنيده صافي، هادشي اللي كاين. ايوا هذا هو، بغيتي تجرب جرب، قد ما درتي ديال السميده دير ديال السكر والماء، كيلو 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 لتر ماء، الماء ديرو زايد بحيث الا شبات لك شربات خصك تولي رطبه وكتجبد بحال هكا تاكل السكر بالسميده. سمعت هادشي كيتباع هادشي كيتباع برا، كي كتشوفو يتباع تقول واقيلا هادي شي روسات صعيبه، اسهل كان نعطيك ماكله عاوتاني سهله ديال الجزائر، سهله المأكولات الجزائرية، تجي مرميطة كبيرة ولا كوكوط، ديك الساعة ما كانش كوكوط، تجي مرميطة كبيرة غادي دير فيها شوية ديال الزيت، واحد نص كاس صغير ديال الزيت، وغادي تجيب واحد رجلين ديال الدجاج، إلا ما عندكش رجلين ديال الدجاج دير الفخاط، إنما هما وخلا رجلين قال لك حسن ما تجيب الفخاط واحد شوج فخاط وتقليهم، تقليهم بالتحميرة ولا البزار لان ديك العطريه كامله ما عندهمش، المهم بدا تقليهم مزيان فهمتي، كي تثبت مع ديك الفش في البانك داك الشيء بدا كيحمر شويه، غادي دير البطاطا، هذه الماكله مرميطه بالبطاطا وخيزو، ولا بغيتي دير خيزو ولا الجلبان، هذه هي الطاجين، طيبهم كتلوح البطاطا وكتلو عليهم 3 لتر ماء، 3 لتر ماء في فخ الدجاجه وبلع الكوكوط ولا مرميطه وسدها 3 لتر ماء، مره مره طلع ليها بانت لك داكشي حمار، جبد الدجاجه بانت لك الاخر كتجبدها طايبه، ولكن عندك المرقه تنشف لك تماك، المرقه مهمه خصك المرقه تكون عايمه، بحيث هما ما كيديروش ترصيب بلا كيديروا باسين، يعني باسين هذا هي كان الطاجين لا والو. شوف شوف دابا بغيتي تهضر بغيتي تجبدني، عمر كان الطاجين في الجزائر، جامي كان الطاجين في الجزائر، حتى المصطلح طاجين ما كانش كاين، جامي 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 دو لافي كان مصطلح طاجين في الجزائر نهائيا، مقيله ما عمرها كانت في الجزائر، طاجين ما عمرها كانت في الجزائر، هادو هاد المصطلحات ما كانوش كاينين، وسيدي ولا لا وسميت حسن ومولاي ما كانوش في الجزائر، نعطيك انا ليسونسيال فهمت، جلابه وداك الشيء ما كان، الماكله الجزائر كانت عندهم الماكله جوج ديال الماكلات، المرقه البيضاء والمرقه شفافه، سيتادير لا سوب بلونش ولا سوب ترونسبارون، شنو هي سوب ترونسبارون؟ هي المرقه باللحم شويه ديال اللحم والبطاطا والمرقه بزاف والعطريه ما كايناش، حتى الزعفران ما كانش كاين، زعفران ما عمرو كان، حتى اليامات اللي حلت المغرب هادو اللي بان عندهم لو كولورون داك اللي فيه 14 8 14 8 8 كان كيجي كيتحل كتخويه، مطلوب في الجزائر الى يومنا هذا راه كيتباع في مغنيه، لا هما داك الزعفران زغبه وداك الشيء ما كاينش، قلقله و... اه لا لا ما كاينش، لا كاع العطريه كلها المغربيه ما كايناش نهائيا نهائيا، كانت عندهم الفلفله الحمراء مطحونه ديك الساعه مدقوقه ما كانش كاين العطريه، اذا هادو هما القميله بكري كانوا يقولوا لها المرميطه، مصطلح طاجين ما كايناش، كيقول لك اعطيني المرميطه، اون فرونس اون ابيل سا لو غاغو، لو غاغو المرميطه هو لو غاغو، الا في لا فرونس مع كاين الحلوف وكاين البقرة وكاين لوفو كيديروا اللحم بزاف، الجزائر مع راك عارف البؤس كيديرها واحد الجليدة شنيتيفا وصافي، وكتبان لك المرقة ليسونسيال هي تاكل الخبز بزاف، تاكل الخبز بزاف مع ديك المرقة، تضرب باريزيانة مع ديك المرقة بحال كتاكل الخبز بالمرقة، هذه هي الماكلة اللي كتعمر، أنا شفت شي ماكلة في الجزائر فيها ديك المعسلة بالبصلة ولا بالزيتون ولا بالبرقوق والمشماش واللوز، داكشي ما كانش كاين نهائيا، انا براسي ما كنتش نعرفه نكذب على الله، والله ما كنت كنعرفه، كنت كنعرف بركوكش والشطيطحة وتشكتوكا، هادو هاد الشطيطحة وتشكتوكا وهادو دي روسات فرونسيز، غاتاتوي ب على طوماط، هادو معروفين على طوماط، وكاينه غاتاتوي وكورجيت
بالقرعة، وهذاك السكران الخضر حتى هو لوسات فرونساز غير قالبين السميات باش حتى ما يدي ما يجي، فهمتي؟ ما يدي ما يجي. أما هاد المأكولات الكوسكوس، المغرب دار إنيرور، المغرب دار إنيرور كبيرة، اللي دار كوسكوس وجبة مشتركة في المغرب، على غلط لا، لأن كوسكوس ديال الجزائر ماشي هو كوسكوس ديال المغرب، كذلك ديال تونس، ديال تونس كيكون مخلط بالهريسة حارة، وديال الجزائر كيكون مخضر بالبطاطا إلا ممكن أو بالحمص، بالحمص وحدة فيهم، ما كاينش أنواع الخضر، بالحمص وما كيكونش مديور نقول لها روسات، كاين شي حوايج بلا ما نقولها باش ما يعرفوهمش، ولكن معرفوهم دابا مع الشوميشامة، ما كيديروش هما هذاك كوسكوس مفور بعض المرات وبالسمن و فهمتي وأنواع الخضر، كان بالحمص، واللي ما عندوش حمص وكان زربان وكان وقت الدلاع كيقطع مرصوات ديال الدلاع ويديروا فوق منه، أو البتيخ، البتيخ الأصفر المهاية بحيث السويهلة ما كاينش في الجزائر، السويهلة راه ما كاينش في الجزائر. من بعد مؤخرا ولا يديروا فيه السردين، كوسكوس بالسردين، السردين ملحم، اللحم من بعد ولاو كيديروه مكفت بمطيشه، كيديروه كيديروه شويه مكفت، دابا نتوما في المغرب مكفت عندنا شويه كتبان هي راه عاديه، المرقه مكفته بالقرعه، الكورجات مكفته هي عامره بالكفته المرقه مكفته بمطيشه بطوماطيش، كيقولوا طوماطيش، هي طوماطيش هي سي تي نغوسيت فرونسيز، طوماط فارسي، طوماط فارسي اه لا فيوند اشي، مرقام مكفته باللفت، اللفت فارسي على فهمتي، وكاين عاوتاني الكفته محوته، كفته محوته شنو هي الكفته محوته؟ ولا الحوت مكفت، شنو هاد الحوت مكفت؟ كيصاوبوا بالكفته حوته سمكه كيرسموها بالكفته وكيقليوها، كيقليو الكفته وهي عندها المول ديالها ديال الحوته، حوته مكفته ولا الحوت المكفت، هاد المصطلحات هادو كيبين لك الثقافه وانت عايق عيش طويله. المهم هاد الشيء ديال الطاجين وهاد الشيء ما عمرو كان، السفرجل، السفرجل اللي كيلوحوا بعدا هما، السفرجل ما كيطيبوش كيبقى حتى يطيح، الزيتون والله ما كيحيدوه وانت غادي تمرض مع الشعر ديالي لو بوفغ، لو بوفغ امبيسيل، لو بوفغ تي سوفغ، تي اون تران دو سوفغ والشعب كله مكفت، ها خلينا ساكتين، الشعب تبون مكفت، شنقريحه مكفت، كل شيء مكفت، مكفت وكفاه. وشوف حنا راه والله العظيم ما كنزيدو شي حاجه ديال الكذوب، والله عالم علينا، وهذا النهار ديال الجمعه والله علي العظيم ما كنزيدو حاجه ديال علينا، بالله وعندنا التقليد، راه حنا كبار، عندي 65 عام معلم، جو سوي غون بيغ، راه كنقول لا فيريتي، انا نفكركم كنتو المغربي المروكي اللي دخلت تماك لابس جلابه تسبوه، مروكي بوجلابه، الجلابه كنتو كتجيكم اعجوبه، كتقولوا هرب 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 راه جاي المروكي بوجلابه، كيبان لكم بحال شي الاخر. المرأة لابسة جلابة كتعيروها مروكية بوجلابة، وخذي أخرى كنتو تعيرونا كنا مشهورين بها، مروك مراركة وكاليل الحريرة، دابا الحريرة ولات ديالكم حريرة ولات ديالكم، ها لا غيغا، لا غيغا ولات ألجيريان. جيت في تيموان، جيتي أون ألجيري، تلمسانيين معروفين بمريئة حارة، المرقة حارة، مريقة حارة ماشي شي حاجة، وسولهم مريقة يقول مرقة يقولها معروفة المرقة بزاف وحارة، هاتي توريني يا صاحبي، شوف قول الله يخلف على الوجادة، الله يخلف على الوجادة، قول الله يخلف على الوجادة اللي دخلوا لنا العطرية المغنية والطواجن المغنية والجلابة، وبلوجين ما كانش بالجزائر، هو كاع هيك بلوجين ماشي ديال المغرب، سي ما أمريكان، ياك بلوجين، بلوجين أمريكان، والله ما كان كاين بالجزائر. كان يدخل كونتروبوند في لي زاني 80، كان يدخل كونتروبوند في لي زاني 70، كونتروبوند تجي تشري تشري، ديك الساعه كان الصرف مزيان ديال الجزائر، اتونسيون كانت 50000 فرنك مغربيه ب 40000 فرنك جزائريه، كان الصرف ديالهم احسن من ديالنا، باش نزيدها لك في راسك، 1000 فرنك ديالنا 1000 فرنك ديالهم تعطي عليها 260، كان الصرف ديال الجزائر طالع على ديال المغرب، شو سبحان الله العظيم دعاوي الشر. انا شريت جين كونتروبوند من المدرس
على ليبوك جابوا واحد السيد من المانيا، شريتو عليه، كنت باقي ايتيديون، شريتو عليه ب 600 دينار، بينما سلوى الجزائري ديك الساعه كان يدير 50 دينار ديال سونيتاكس. ولكن الا شريتي السلوى من سونيتاكس وقميجه من سونيتاكس وصباط من سوني باك، كي تدخل تلقى 3000 واحد لابسه بحالك، لابسين كلشي كيف كيف. نهار العيد كنا صغار كنخرجوا لابسين كاع كيف كيف، حومه كامله، مدينه كامله لابسه بحال بحال، غير بيناتنا غير لاج، مولا 10 سنين لابس بحال مولا، المام كولور، نفس القميجه، نفس السروال، نفس الصباط، كل جي لابس بحال بحال، لي دارتون كيدورو حداك. اما راه هذا واقع، تمشي للتيران دير غير رونديفو مع صاحبك، تقول لي نتلاقاو في الستاد في التيران، نكون في التريبين، ساعه ما كان لا بورتابل لا والو، راني في الستاد والله ما تلقاه، يطلع التريبين والله ما تلقاه. الا بغيتي تلقاه قول لي شوف هز معاك شي خيزرانه ولا شي حاجه وعليها بشي طربوش باش نعرفك، حيت كلشي لابس كيف كيف. غير هنا حتى الثمانينات كان كلشي كيلبس بحال بحال. سوني تاكس هي اللي كتصاوب السراولات والقوامج واللبس، والسوني باك اللي تصاوب الصبابط، ميم شوسيغ بحال بحال ما كانش. واحد القضيه اخرى بعدا، والصباط كي تمشي تشري غادي تلقاه، والله الا لقيتيه بالله إذا تقطع لك الصباط انت وزهرك، ديما تبقى ماشي جاي على مسيو البرت تقلب واش جا الصباط ولا ما جاش، كيجي قليل بحال الطوابير. نفس القضيه، السلعه ما كايناش، السلعه ما كايناش، لان المغاربه كانوا كيصاوبوا لهم الصباط في على برا، ولي طايور كيطردوهم ولاو يعتمدوا على السوني باك. السوني باك ما كاينش الصباط. ونهار الدخول المدرسي كلشي الدراري الصغار لابسين بحال بحال، ماشي الطابليات، اللبس بحال بحال، ما كاينش شي لبس اخر، كاينش ني مام كولور. مشيتي لابيسين كلشي لابس المايو بحال بحال، مشيتي للبحر كلشي لابس المايو بحال بحال. واش كاين؟ واش راني نكذب؟ يا كذبني، راه عندي لي فوتو ديالي. انا اول انا واحد انا وصديق اول ما دخلنا لابيسين مشينا نشريو لي الشورت، قلت له ما تشريش مايو بحالي، ويقول لي مول الحمزة انا باقي صغير، يلا في الشهاده. قال لي اولدي راه المايوهات كاع بحال بحال، راه كلشي بلابس بحال بحال، ما غايشري ولا سير في حالاتك، ولا روح شور غادي كينا شورت في لابيسين. لي شورت كاع بحال المايوهات كاع بحال، هذيك المايوهات كانوا واحد المايوهات كيتباعوا فيهم لي بوند هكذا هابطين، من بعد عاد اكتشفنا باللي كانوا ديال لي دالتون، فيهم ديك لو طري ديال لي دالتون، كلهم بحال بحال، كلشي لابس بحال بحال. والجلابه ما كانتش الدور، كان الحايك، الحايك كانوا يلبسوا في تلمسان وهران وداك الشيء. اما الجلابه ما كايناش في الجزائر، الريحه ديالها لا عند الراجل ولا عند المراه. الا كانت كتجي شي مراه ضيفه في الحومه من المغرب ولا راجل في البلاد، بوه 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 بوه، حبه تحشم بينا، بوه بوه حبه تتبهدل بينا، دخلي دخلي، يدخلوها بالزربه ويلبسوها بلوزه، ماشي بلوزه ديال وجده، ديك البلوزه ديال الشيخ الريميتي، مبرندره من هنايا والظهر عريان والسميطات هنايا هكذا ابروتال بالسميط بالسميطات. والراجل يحيدوا ليه الجلابه ويلبسوا ليه بلو شونغاي. شنو بلو شونغاي؟ هو داك بلو مارسي، داك اللي كيلبس جاكي شان وكيلبس بريسلي، داك ديال الشينوا. انت راك تبان ولد البلاد، ولد الحراش، وليد الحراش، يحيدوا ليه الجلابه، وحياك الحيته ولا يقول لك الجلابه ديالنا. ها ورا دابا باش تعرف دابا، ايوا هذه شوف، حنا كنهضروا على الواقع. شتي ديك اللبسه اللي كتلبس الشيخه الريميتي على فيف فيف لا فرونس فيف لا ليبرتي، طلقت راجلها وبغات تدي كاوري، هي هذيك اللي كانت كتلبس السميطه هنا، ولا الشيخه خيره ولا، وظهر عريان، وداير هذاك هو اللي كانوا كيمشيو به للعراس، هو نفس اللبس، غير دوك البلوزات هذوك لي روب سي دي روب، ما كاين لا قفطان ولا بدعيه ولا جابادور ولا منصوريه ولا والو، الريحه ديالهم ما كايناش، ما كاينش نهائيا، وما كاين لا موسيقى لا والو، جوج العيال طقر طقر طق، ها داني 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 دقر دقر دق داني داني تردق. اليوم ولاو غير الحرمي، راني ولا الاندلس ولا الشعبي الفاسي والشعبي البورغون والشعبي طاهور والشعبي وزيد وزيد عبيدات الرما وعبيدات. ولكن غير بغيت نسولهم دابا، راه قلت لهم البارح دابا هاد القضيه ديال هاد القضيه ديال هاد الملكيه هادي، وحنا دابا قلت لكم البارح ونفكركم نتوما حيت راكم تسبوا وتعايروا هنا في التيك توك، هاد القضيه ديال 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 التقاليد المغربيه وكتعيشوا بها وكتقولوا التقاليد ديال العبيد وديال بواسير للدين، ها
وصاحبي يديروا تقاليد تنبونيين، التقاليد التنبونيه، التقاليد البخروبيه، التقاليد الشنغريحيه، ديروا العرس شنغريحي او عرس تبوني. ثم كتقولوا عرس ملكي، لا اله الا الله عاش مولاي السلطانيه العلاوي، هذاك راه مغرب صاحبي. ودابا كتجيبوا عبيده الرمه ديالكم ودوك صحاب دقيق الطوطوط كيدير داك الكلاكسون ما عرفت ايش النفار، وبارك علينا لا اله الا الله محمد السلطان ملك السلطانيه العلاوي ولا لا مين ولا لا، ما كتقولوهاش لا لا، راه عند الامراء مولاي السلطان راه عند الملوك يا العلاوي، والعلاوي راه اللي راه هو وداك اللوغو ديال المغرب حتى هو، وكتشطحوا به مولاي السلطانيه العلاوي. ايوا وهذاك راه عرس مغربي، انا راه تخردلت معاكم، هذاك الشيء راه ديال العبيد، حنا عبيد كنبوسوا ليد الدين، اش قربكم لهذا الشيء؟ ديروا ليلى فيفا ماجيري وان تو تري فيفا شنقريحة لا 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 تبون من عندني استنظرت كتيبات تبون اتبوني اتبوني يا الجزائري يا شنقريحة يا الشاوي سموني ما تغنيونا ديالنا، واخا ديو الايقاع ديالنا ماشي مشكل، المهم ما تنطقوش بالاسامي المغربية. اذا انتم عندكم حسن، سميت حسن ممنوعة في الجزائر، نتحداك جبد لي جزائري سميتو حسن. حنا عندنا في المغرب الهواري، الهواري بحيت عندنا هواره حنايا، فراسك ولا ما فراسكش؟ ها معلم. شو انا غادي نلحنكم اغاني تي 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 تبوني يا تبوني يا سيد الرجال، تبوني يا تبوني يا رئيسنا يا الفحال، تنقريحه يا ريحه وتنقريح. اش قربكم مولاي مولاي السلطانيه العلاوي؟ ها هو جا مولاي السلطانيه العلاوي، اشنو تخرجوا يا البنات وديروا يا هذه وحده، هذه نقولوا ندوزوها. جيت تبرك مع صاحبك يقول لي عرفتي البارح والله الا دوز الصواير، دورت دوز الصواري ليله ملكيه، ان سواري رويال، وعلاش ما تقولش صاحبي ان سواري ريبوبليكان؟ انت اش قربك الرويال؟ انت ريبوبليكان، انت جمهوريه، ها ليلة ملكية ولا درت عرس ملكي؟ نقول هذا صافي، هذا ما يحيدنا اللايف هنا صافي، ولات اولا حرام هذا، دابا تعال البارح دابا كيحيدوا لي هذا الروينه هذا، صافي سير يلا. شتي ولا الكلام صاحبي؟ الكلام شحال كي هذا التيك توك حيت كيدخلوا ليه بزاف، هاو قال لك فوتر 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 لايف بروندرا فان هاي دون 25 مينوت، وانا كنشوف لي لايف ديال التيك توك كيبقاو 70 ساعه. يلا سيدي علي ما كاين لا بروبليم، والو دائما والو والو